النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، وأيضا خلال 3 أيام القادمة. حيث ساد الطقس مستقر في عموم مناطق المملكة، كان الطقس أيضا لطيف إلى معتدل إلى دافئ نسبيا في بعض المناطق خلال ساعات نهار اليوم، لكن هذا الاستقرار وهذا الدفء يعتبر مؤقت، مع توقعات بأن تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة بمنخفض جوي وأيضا بكتلة هوائية باردة، سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة بحول الله. لكن قبل ذلك نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث يلاحظ الأجواء المستقرة في عموم مناطق المملكة. تفرقت بعض الغيوم العالية في المنطقة الجنوبية، كانت غيوم بدون فعالية. هذا هو المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا فوق شمال غرب مصر، سيتحرك تدريجيا خلال الساعات القادمة باتجاه منطقة بلاد الشام. يترافق هذا المنخفض الجوي بكتلة هوائية باردة ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة وأيضا نشاط في سرعة الرياح التي تثير الأتربة والغبار. بالحديث عن سرعة الرياح، هذه الخرائط الجوية لسرعة هبات الرياح المتوقعة اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة، مع بدء تأثر المنطقة الشمالية بمنخفض جوي. أول المنخفض الجوي تمركز هنا فوق منطقة بلاد الشام، سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في عموم منطقة تبوك، أجزاء من منطقة المدينة المنورة، منطقة الجوف، الحدود الشمالية. ينتقل تدريجيا مع ساعات مساء يوم الجمعة باتجاه منطقة حائل، ثم رفحاء، حفر الباطن، ثم لاحقا باتجاه أجزاء من المنطقة الشرقية. لكن اعتبارا من ساعات يوم السبت يتمركز المنخفض الجوي هنا فوق وسط العراق، تتجدد الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في عموم المنطقة الشمالية، تصل تأثيراتها نحو منطقة الرياض وأيضا أجزاء من منطقة الشرقية بما فيها مدينة الدمام، على الشكل أتربة مثارة وأيضا تدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. بالحديث أيضا عن موجة الغبار، هذه الخرائط الجوية تتحدث بالتفصيل عن المناطق التي ستتأثر بموجة الغبار. صباح يوم الجمعة هناك رياح جنوبية غربية نشطت السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار. هذه الرياح الجنوبية الغربية هي رد فعل للمنخفض الجوي الذي يتمركز هنا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط. خلال ساعات مساء أو ظهر يوم الجمعة تنشط الرياح الغربية والجنوبية الغربية في عموم منطقة تبوك، منطقة المدينة المنورة، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن. تنتقل هذه الأتربة المثارة وأيضا موجات الغبار شرقا باتجاه حفر الباطن، أجزاء من الشرقية مع ساعات مساء يوم الجمعة. لكن اعتبارا من ليل يوم الجمعة تصل تأثيراتها لمنطقة الرياض، أجزاء إضافية من منطقة الشرقية لكن بأقل شدة مما سجلته المنطقة الشمالية. لكن اعتبارا من ساعات ظهيرة يوم السبت، مع تمركز المنخفض الجوي فوق وسط العراق، تتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار فوق عموم منطقة الشمالية، أيضا المنطقة الشمالية الشرقية. أيضا تصل تأثيراتها إلى منطقة الرياض على شكل أتربة مثارة وتدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. أيضا هذا المنخفض الجوي سيترافق بكتلة هوائية باردة، نبدأ استعراض تفاصيلها. لكن اعتبارا من يوم الخميس خلال ساعات نهار يوم خميس، سادة طقس معتدل إلى دافئ نسبيا في عموم المناطق، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. هذه الكتلة الهوائية الباردة تتمركز هنا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، تتحرك تدريجيا خلال ساعة ظهيرة يوم الجمعة نحو منطقة بلاد الشام، تصل تأثيراتها نحو منطقة تبوك وأيضا منطقة الجوف. لكن اعتبارا من يوم السبت تتوغل أكثر هذه الكتلة الهوائية الباردة لتشمل منطقة حائل، انخفاض كبير على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أجزاء من المنطقة الوسطى، منطقة حفر الباطن. أيضا يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في العاصمة الرياض مع وصول تأثيرات هذه الكتل الهوائية الباردة، لكن تكون بأقل شدة مع ابتعاد تأثيراتها بعيدا عن المملكة، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام خلال بداية الأسبوع. بالحديث أيضا عن العاصمة الرياض، نستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على العاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة بحول الله. طقس مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجواء مناسبة للمكشات أيضا للرحلات البرية، لكن يرجى أخذ الحيطة والحذر من موضوع الغبار والأتربة المثارة وأيضا من الرياح المعتدلة السرعة خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع. طقس مستقر وصافي خلال يومي الجمعة والسبت في العاصمة الرياض، 29-30 درجة مئوية كحرارة عظمى، من 16 إلى 13 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأحد تصل تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة للعاصمة الرياض، تنخفض درجات الحرارة لتكون في أواسط العشرينات خلال ساعات النهار، تنخفض 12 درجة مئوية خلال ساعات الليل.
كملخص ما استعرضناه في نشرتنا الحالية، كما ذكرنا هناك منخفض جوي متوقع أن يؤثر على المملكة خلال يومي الجمعة والسبت، أيضا هناك رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم المنطقة الشمالية تسل تأثيراتها نحو المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية اعتبارا من يوم السبت. أيضا هناك انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة في المنطقة الشمالية تسل تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو منطقة حائل وحفر الباطن يوم السبت، تصل تأثيراتها نحو العاصمة الرياض وأيضا عموم المنطقة الشرقية اعتبارا من ساعات يوم الأحد بحول الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.